المهاجم الخطير الأنغولي إيدلسون، مهاجم خطير، لمسة بعرقلة وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح أسوان، انطلاق عن ترية في مهارة فردية ثم سقوط بعرقلة موجودة، وحكم اللقاء أمين عمر يديها مشاهدينا ركلة جزاء. هذه اللمسة وهذه المهارة العالية بقدم عماد فتحي، وعلى طول عرقلة موجودة بقدم اللاعب المحوري وهو سيرجي أكب، وحكم اللقاء قريب اللعبة يديها على طول ركلة جزاء لصالح نادي أسوان في الدقيقة 17 من الزمن الشوط الأول. الركلة رقم 99 في الدوري المصري في هذا الموسم، والركلة تعتبر الخمسة لأسوان في الموسم الحالي. ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح زهرة الجنوب اللي أصبح الآن يا سادة على مقربة من تسجيل الهدف الأول، هدف التقدم في المباراة. هذا الهدف محمد حمدي زكي، وهذه الإيفواري سيرجي أكب. محمد حمدي زكي اللي سجل في دوري 11 هدف في 26 مباراة، ومحمد حمدي زكي مشاهدينا سجل منهم هدف وحيد من ركلة جزاء، ومحمد حمدي يعتبر حاليا هو ثاني هداف في الدوري المصري في الموسم الحالي. محمد حمدي زكي والحارس احمد عادل عبد المنعم، احمد عادل ومحمد حمدي زكي، وحكم اللقاء امين عمر، وركلة جزاء لصالح اسوان. محمد حمدي وحطها جميله، جول جوه جول، الهدف الاول، هدف التقدم لزهرة الجنوب لتماسيح النيل. نادي اسوان يتقدم الان على الدرويش على الاسماعيلي هنا في عقر داره بهدف اول في المباراه بركله جزاء بقدم محمد حمدي زكي، ده في الدقيقه 18 من الزمن الشوط الاول، والهدف يعتبر رقم 12 لمحمد حمدي في الدوري المصري في هذا الموسم. جماهير اسوان العظيمه، جماهير اسوان المحبه والعاشقه لتماسيح النيل، وهدف وحطها جميله جدا محمد حمدي، حطها حلوه على اليمين، واحمد عادل راح على الشمال عشان فريق اسوان بدري بدري في الدقيقه 17 يتقدم اعزائي المشاهدين بهدف اول بركله جزاء من عمر اللقاء. واحد لا شيء، الاسماعيلي على ارضه.